اهلا وسهلا مشاهدين قناه انفاس تي في. اليوم غادي نخرجوا الشارع المغربي ونسولوا المواطنين المغاربه اكثر كلمه كيستعملوها المغاربه في حياتهم اليوميه. بغيتو تعرفوا اكثر اجيو معنا. شو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اخويا؟ بخير الله اخويا. الحمد لله. كتعاود؟ بخير الحمد لله. مدار جاوك زوينين بعدا وادك ناضي. اكثر حاجه اكثر كلمه كيستعملوها المغاربه في حياتهم اليوميه كلمه. واش اكثر حاجه ولا اكثر كلمه؟ اكثر كلمه كيستعملوها. ما اكثر كلمه اكثر كلمه ما عرفتش الصراحه. ما اقول شنو كان اكثر حاجه اللي كيستعملوها؟ ماشي اكثر كلمه. انت سولتي اكثر كلمه دابا قلبت انا الريزو انا دوختيني انا يا اكثر. انت شنو اكثر كلمه اللي كتستعمل؟ وتلقى شي كلمه فيها الطيطيه تبقى تستعملها شي كلمه كلمه مؤمنه. لا لا هذيك ضروري هذيك بوحدها. انت قلتي اكثر كلمه كيستعملوها المغاربه. ولكن كاين بزاف ديال الكلمات فهمتيني. ياك كاين بزاف ديال الكلمات. تبارك الله عليك اول كلمه عشيري خويا. تبارك الله عليك. اكثر كلمه كيستعملوها المغاربه في حياتهم اليوميه. اكثر كلمه كيستعملها المغاربه في حياتهم اليوميه. عطيني اتساع. عطيني اتساع بعد غتقول لك مول الكرا الا ما قلتي تقول هذاك. ياك عطيني اتساع. عطيني اتساع. اش درت لك؟ اش درت لك؟ عطيني اتساع بعد من هذا الوقت هذا كله. عطيني اتساع ان شي ما حامل شي كلشي ضارب معاه والله. حق الله كلشي. عطيني اتساع. والعيد كبير جاي. والعيد كبير جاي. تا هو يقول لي عطيني اتساع كلشي بعد مريض الكرا العيد المدرسه الصيف دابا الدراري الصغار اللي يجي عند ولدي يقول لي عطيني اتساع ما كاينش فلوس الحاولي ما كاينش فلوس ويا غادر غادي يعطيني اتساع تيدي مول الامانه. تبارك الله عليك. اكثر كلمه كيستعملوها المغاربه في حياتهم اليوميه. يا كشكش الفرده. كشكش الفرده. فرده فرده كشكش هي اللي كيستعملوها. هي اللي كيستعملوا بزاف دابا هاد لي جون كاملين كيستعملوا هاد الكلمه. ايه الفرده. ايه وي وي. شنو الكلمه اللي كتستعمل؟ انا الفرده. 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 تحيه للفرده. تبارك الله عليك. من هنا الالبوم جديد ديالي. اكثر كلمه كيستعملوها المغاربه في حياتهم اليوميه. هي اللي قلتي الاولى. شناهي؟ السلام عليكم. سلام. اكثر كلمه كتستعمل شناهي؟ ايوا انا تبغي تهضر مع السلام عليكم. ومن غير سلام. ولدها كبير. اكثر كلمه كيستعملوها المغاربه في حياتهم اليوميه. واخا. يا دابا. يا واخا. واخا ودابا هذه هي. واخا قول دويت. اكثر كلمه كيستعملوها يا واخا ودابا. واخا ودابا. واخا فين غادي؟ واخا وحتى اجي تسخر. اجي تسخر. فين غادي؟ في مالك؟ واخا. واخا مزيان. انت شنو هي اكثر كلمه كتستعمل؟ اكثر كلمه كنستعمل. اكثر كلمه كنستعمل مع العائله مع موالين الدار. والله ما نعرف. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك.